مطالب مهني قطاع الصيد البحري للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم الاشتراكية. تفضل سيد النائب المحترم. ملي طرحنا هذا السؤال قبل شهور كان همنا هو مناقشة سبل رفع آثار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات على قطاع الصيد البحري، وبغيناكم اليوم تقولوا لنا السيد الوزير اش عملتوا في هذا الجانب، وأيضا سبل الاستجابة لمطالب مهني قطاع الصيد البحري، وشكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون. فاستراتيجية اليوتيز هي اللي كتؤطر تنمية قطاع الصيد البحري، ونحن ماضون في تنزيل عدة برامج بشراكة مستمرة مع مختلف مكونات المهنيين ديال قطاع الصيد البحري، وخاصة الغرف المهنية والكونفدراليات. هذه برامج يعني تعالج العديد من الإكراهات لتطوير منظومة الصيد البحري، وسنركز هذه السنة إن شاء الله على تنظيم وتحديث الصيد التقليدي. فما يخص المحروقات المستعملة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصيد الصناعي، فهي معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2 85 890 وبتاريخ 31 جانفي 85، وهو إجراء كيستفدوا منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري. وكان سبق لي باش يعني جاوبنا على السؤال المماثل. تعقيب السيد نائب. كنظن قطاع الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية المهمة في بلادنا، وكنظن أن من المفروض السيد الوزير تبذلوا مزيد من العناية بهذا القطاع، أولا من خلال الدعم المالي للصيادة للحيلولة دون ركود القطاع وما قد يتمخض عن ذلك من مشاكل خطيرة لا سيما على التشغيل. ثانيا ضمان سلامة البحارة خصوصا في قطاع الصيد الساحلي اللي كيعرف الكثير من الحوادث، وتوفوا فيها العديد من المغاربة بعضهم مثلا من منطقة يححان إقليم صويرة. ثالثا توفير الحماية الاجتماعية للصيادة لأن أغلبهم يقضي وقتهم كله في البحر ولا يعرفون ما يقع في البر، وخاصة الحكومة ما تنساهمش في البرنامج الاجتماعي اللي سطراتها إن شاء الله. شكرا رابعا. شكرا.